طيب يا شباب، الآن إن شاء الله بننطلق وبنعلمكم كيف تعشقوا التراك، كيف تغيروا الجيرات. يعني في الحقيقة حطينا لكم ثنتين كاميرات علشان تشوفوا زي ما شرحنا، أوكي؟ إن أكثر الأشياء يحصلين فقط بين 10 و15 الار بي ام اللي هنا متواجدة. طيب ركز على هذا، بين 10 و15 كل شيء يحصل بين هنا وهنا، أوكي؟ طيب بسم الله، الآن بنبدأ مثلا بالثالث. إذا الحمولة، إذا أنت محمل يعني أقل من 30,000، أقول أقل من 25,000، ابدع بالثالث، أوكي؟ إلا إذا شفت يعني لازم ابدع لك بالثاني. أكثر من 30، أكثر من 30,000 أقول ابدع بالثاني، خلينا هكذا احتياطيا. طيب أقل من 30 ابدع بالثالث، يمشي الحال شوية وبعد التراك بيمشي معك. طيب شوف، الآن احنا بالثالث قريب 15، بنغير الرابع ورجعت الشوكة للعشرة، فما بين العشرة وال15، اوكي؟ الآن الخامس نقدر نقلب سادس، فيها معانا طالعية شوية بس، ونقدر نستمر بالخامس إذا الخامس أفضل لأنها بها طالعية. ما بدناش التراك ينزل أقل من العشرة لأنه بيبدع بعدين يرتعش ويقع بخضلة، وقركم دارين أي شخص يرتعش ولا يقع بخضلة إيش يحصل له. طيب يلزمه بعدين إسهال وحاجات، فهنا ثاني هنا ثالث، نهضمه بالثاني لأنها كان شوية طالعية وما بديش عسر على التراك، فالأفضل بالثالث. الآن غير إحنا وين؟ بالرابع صح؟ هذا خامس، سادس. طبعا زي ما قلت لكم اقصى شيء لضمانة التراك 16، لا هنا بعدين غير الجير. لا انصح انك تستمر اكثر من 16 الا في حالات ضرورة، كنت في طالعية وتشتي تستمر على سرعة معينة وتستمر على 16 عادي، ويمكن تصلك قريب 17 وحسيت انك اذا غيرت الجير بتنقص السرعة بسرعة يعني عليك، وبعدين بترجع لاضغط الجير متأخر، فما هذه الشغلات. الآن خلنا نلف من هنا. أنا دائما أحب فضي الجير، بعض الناس علي تعب حاله وينقص، فضي الجير واختار السرعة المناسبة زي ما رويكناكم. يعني شوف كم السرعة واضربهم مثلا 5+1=6، لأن يعني حطيتها في الستة على طول وجامعية على طول. فمهم جدا هاتوك اللي فهمناكم الار بي ام اللي هنا على اليسار ما بين 10 و15 كل شيء يحصل. العشرة إذا وصلنا إلى عند العشرة ننقص الجير، وإذا ارتفعنا أكثر من 15 نطلع الجير. يعني هناك عند العشرة ننقص وعند 15 نزيد. طيب الآن سادس، أوكي، والآن سابع. طيب طريقة اللي كيف نعشق الجيرات ونغيرهن بعد ما تعلم في المدرسة، والطريقة الغلط حقهم ويقول لك ادعس وبعدين ادعس الكلتش مرتين وكلتش يخرج الى الفاضي وبعدها كلتش يرجع الى الجير، هذا طريقه غلط وتعبك تعب التراك. ومع احترامي الشديد للمعلمين، احنا بعد الخبره هذا اكتشفنا انه طريقتهم غلط، هم فقط صح معاهم نوع من الحق. الحق انه يعني يقول لك ما بنقدرش نفهمك انت بسرعه والمدرسه والتراك وحاجات بخلال شهر او اسبوعين او ثلاثه، فهم يجيبوا لك طريقة علشان انك تطرح التراك في جير وبعدها يقول لك انت مع المستقبل بعد تفهم ايش الامور. لكن لو كانوا شرحوا ان الار بي ام ايش يعمل بالضبط والسرعة هذا مثل ما يعني انا شرحت لكم، لكنا فهمنا كيف نغير الجيرات وكيف تشتغل الشغلة باسهل ما يعني نتصور. فانت ركز معي، حان الان انا داعس بترول صح؟ الان عن البترول السرعة 35 وانا قلنا قريب بغير صح؟ مثلا بدي اوصل لقريب ال 15، تقدر تغير بال 14 ماشي بها حاجه، كل ما غيرت احفظ حاجه شيء، انه لما تغير انت الجير الار بي ام هذا بتنزل 3 درجات، فاذا غيرنا بال 15 وين بتنزل؟ 14 13 12. شوف الان بغير بال 15 صح؟ بتنزل لل 12. هذا ال 15 غيرته الان التاسع، وين نزله؟ 11 قريب 12. يعني ثلاث، نقول 3.5 4 راح حسب الآن بتنزل معك 4 درجات 3.5 درجات، أوكي؟ بس اللي حاول ركزه إنه رجلك هي زي ما تقول تلصق مع التعشيق هذا. الآن إحنا بالتاسع، أنا أشتي رجع للثامن عشان أشوف إن الدنيا يعني قدامي مهدئة.
طيب اخرج رجلي من البترول بنفس الوقت اللي انا اطلع التعشيقه من من من, من الجير حقها اللي هي ثابته عليها الان، هي ثابته على التاسع صح، ايش يروح للثامن صح، دعس على البترول شويه، مجرد افك البترول انا يعني هكذا ماسك في باب الجير زي ما انتم فاهمين، ما اقدرش الان اخرجه ولا بدي يعني مثلا بالقوه لانه هذا ما تكسر لك امور وحاجات خرب لك الترانزميشن، لكن ركزوا معي بعلمكم والله العظيم طريقه يعني بعد كل الحصص ان شاء الله اللي بتحضروها في هذا التراك بتقعوا سواقين 100%، حتى اللي ما يعرف سوق تراك بيقع سواق هكذا، بيقع سواق على ضمانتي بعد الله سبحانه وتعالى انكم تطلعوا سواقين، اللي ما بيطلع سواق هذا الخلل عنده. طيب ركزوا، سهل جدا، انا الان رجلي على البترول اوكي، فقط ماش عندنا كاميرا البترول بس خلاص غير ما نشرحها، رجلي على البترول والسرعه عندكم والار بي ام معروفه عندكم، انا الان بالتاسع، التاسع قالوا خلاص يعني لا اشتي نزل للثامن قدر قريب مثلا ما بديش واصل فيه نقول. طيب الان بدعس على البترول، افك البترول بنفس الوقت وانا هامس هكذا اسمه، مجرد افك البترول شوف خرجت تعشيقه ودخلها للثامن اوكي، الان هذا دخل العاشر اوكي. الان برجع على التاسع، برويكم لا رجع على التاسع صح صح اوكي، الان رجع على التاسع نفس الشيء، خليك على الابواب حقه اوكي، خرج طلع رجلك نفس الوقت اللي انت بتغير التعشيقه، طلعنا رجلنا وغيرنا للثمانيه، ايش حصل؟ ما تلافينا شيء اوكي، نقص عن العشره، ايش يلزمنا؟ ندعس شويه بترول لما نرجع على العشره ال11 ونظلي في باب هذا بس، شوف الان ما قد دخلش الجير بس مجرد نقص له نقص له، شوف الان دخل ثامن هاي يعني في الاخير قالوا يشتيق صح؟ في ال14 الان بدي يروح للتاسع نفس الشغله، انا الان التراك جاهز خلاص قالوا يشتيق يعني يغير، قالوا بال15 16 يشتيق يغير، انا الان بالثامن اوكي؟ بحط يدي بس ادي له شويه من الـ من الـ من الدهفه بس ما بخرج الشيء بالجير لما نخرج رجلي بنفس الوقت، مجرد خرج رجلي وعلى طول بيدخل للجير المناسب، شوفوا طلعته رجلي وبنفس الوقت دخلته للتاسع، لحظات بسيطه انت معك ثانيه الى ثانيتين ما بين هذا تسقط حتى انت يعني تحطه في الجير المناسب، الان احنا في التاسع السرعه 45 قريب 50 هذا مناسب، الان مثلا الان سرعه 50 صح، خلينا اول ندخل هذا نشتي هذا الشارع برويكم، الان انا بالتاسع، كثير من الشباب يعمل لك يعني داون شيفت داون شيفت، يا اخي لا تتعب حالك حطه في الفاضي واترك التراك يروح له اوكي، هذا اسهل طريقه، لا تسيف لك بترول وتسيف لك التراك حقك وتحافظ لك، بس كثير من اللي انا طلعت معاهم ماش طريقه سواقتهم هكذا، يظلوا ينزلوا جيرات مثلا ينزل الاشاره قبل توقف وصار تاسع ثامن سابع سادس خامس، ليش يا اخي؟ اطرحها بالفاضي وخلي البريك يعني يمشي معك، ارفع رجلك من التراك، الحل وحسين في التراك ما يطفاش مثل السياره، حتى لو رفعت رجلك من الكلاتش تماما يعني استدراجيا التراك بيمشي لا ما يطفاش، بغض النظر عن السياره، السياره تحتاج شويه بترول مع كلتش يعني هكذا اوكي حتى تمشي معك، خلنا اعدي هذا اسمه، انا لا اشوف سرعتي تمام في هذا، يمكن اروح الى السادس بس خلينا الان بالخامس افضل علشان ما يهتوكش التراك ولا يحزنون، نعمل لفه نطول اللفه اس يعني ما دام احنا معنا المجال، دائما في سواق التراكات تاخذ لك انت المجال الخارجي، الان خامس طلعنا هذا اللي طالع والسادس، طيب نفس الوقت خرج رجلي من البترول بطلع الان السابع بتشوفه يعني بحاجه بسيطه سابع اوكي، ما يحتاج يعني قوه ولا مضاربه ولا جينا نضارب مع هذا، طيب ثامن اوكي رجلي زي ما لا احاول انا اشرح لكم تكرارا، خلينا ندخل هذا الخط دقيقه، الان التراك بالثامن ويشتي التاسع صح؟ اتفقنا نصلي ال 15 16 زيد له جير، طيب الان انا اشتي زيد عشان السرعه صح؟ طلع رجلك ودخله بالجير على طول استدراجا، العقل يلصق مع الرجل ومع اليد، اذا كان اعضاء جسمك ما لا تلصقش مع بعض هذا مشكلتك، يعني انا اعتقد انك بحاجه تروح لك للدكتور تقول له يا دكتور رجلي وعقلي ويداتي ما يلصقنش مع بعض، في واحد متاخر عن الثاني، طيب قد يكون معك انت يد حق واحد ثاني ارنو ايش دراني،
المهم الان احنا بالتاسع. انا ما نزلش جيرات كثير، ما احاولش اكثر الوقت. طيب ما طبعا الا لو يكون في نازليه، ما بديش اخليه بالفاضي، لان النازليه افضل انك يعني اتكلم عن نازليات شاهقه بجبال مش هنا. انا نازلي عادي اوكي، افضل انك تكون في جير من لا جير. الحين الاشاره قدامي قريب موقفه، انا قادر اعمل ثابت سابع سادس خامس، لا يا اخي اطرحها بالفاضي اوكي. الان هو بالفاضي وارتاح لك استدراجيا، امشي بالبريك بس. هذا اذا هي لا تحت بتستخدمها من الواحد الثاني الثالث الرابع والخامس، بعدين بتقلبها لفوق صح، ترجع نفس الجيرات بس قريب فوق صح، السادس السابع الثامن التاسع العاشر اوكي. فالان احنا نشتي لها تحت، لان احنا نشتي الاول جيرات، اول جيرات من الجيرات الواحد للخامس تكون هذا لا تحت. طيب الان بنعشق بالثالث اوكي، اللي رجلنا من الكلتش استدراجيا شويه بترول اوكي، قريب ال15 رابع خامس. طيب لان شي نعشق بسرعه، ها سادس طيب سابع اوكي. اهم شيء ان التراك لا يرجع مش اقل من العشرة، ما بيش مشكله. لما يرجع اقل من العشرة يرتعش، لما بدنا شيء يرتعش ولا يختضر في باب الجير يعني. تمام تخليك في باب الجير اللي هو انت تعتقد انه مناسب على حسب السرعه. وزي ما بينا لكم انت شوف للطبلون هذا، طيب سرعه معك مهمه، خمسة من الـ من الـ من التعشيقات من واحد للخمسة تحصل ما بين هنا والخمسة صح ولا لا؟ طيب لما تصل إلى الخمستاعش، خمسة زائد واحد هي جيرة بتكون بالسادس. لما تصل السرعة للخمسة والعشرين، خمسة زائد اثنين بتكونين بالسابع صح. لما تصل السرعة للثلاث خمسة وثلاثين، خمسة زائد ثلاثة إيش من جيرة تشتي؟ ثامن. لما تصل السرعة للخمسة والأربعين ايش من جير بتشتي؟ التاسع، لان خمسة زائد اربعة تاسع صح؟ من بعد الخمسة الخمسة واربعين تصل الخمسة والخمسين، خمسة زائد خمسة عشرة، لان احنا بالعشرة، ما بعد العشرة خلاص قد بتكمل في الجير الاخير. شوف الان بالتراك بالثامن، وخمسة ثلاثة زائد خمسة الثامن صح؟ ما بين النص يحتاج التاسع اوكي؟ صو ما بين النص قريب النص، الان احنا بالتاسع، اربعة زائد خمسة نحتاج بالتاسع. السرعة هنا خمسين اوكي، شوف الترافيك قدامي مثلا مهدئ، الزمن التاسع ما بش داعي العاشر، وخلي التراك يمسك نفسه لما هو في الجير، هو لا يمسك افضل من لا شيء، حتى لو ايش ما كان الجير، حتى ان شاء الله العاشر هو افضل من فاضي في حال ان عندك مثلا نازليات. طيب احتجتوا مثلا انا انزل داون شيفت صح، بخرجه من حقه الجير، بدعس هو البترول وهو على الباب جالس، وبظل يداعس البترول حتى اطلع 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 برويكم، وبعده هو بيدخل معي بالوقت المناسب. بس حاجه بسيطه، حطه في باب الثامن واستمر على البترول، استمر على البترول، استمر على البترول شويه 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 شويه، البترول استمر على البترول، استمر على البترول، استمر على البترول. شوف دخل هنا بس هذا عالي، بس رويته اوكي، ان 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 بيدخل معي. طبعا بدنا نخرج من هذا الجير، احنا فوق ال17 ندخل ايش التاسع. الان احنا في التاسع، بان ندخل للجير العاشر ونقلب للتاسع، هو الافضل لنا اسهل، ورويكم بطريقه يعني ذكيه، ما هو مثل اصحاب المدرسه يقول لك خرجه من الجير ازجر لابوه بترول تنفخ لك الار بي ام لا يسمو، وبعدين يلا بسرعه تلافه واعمل اثنين كلتش اوكي ودخله. هذا غريب، لا كمان هذا مش سواقه تراكات، تراكات المفروض سواقتها سهله لاصحاب الجير، وبعض الناس يفكر ان احنا الكلتش ما لا نستخدم الا لما نوقف. فخلنا بنضرب مثلا الان، احنا الان بنحاول نقلب عاشر بسرعه، حتى لو هو ما يشتي شيء عارف باقي له شويه، بس خل هذا ان شاء الله ما يقربش قدامنا اوكي. بنقلب قلبنا عاشر يا شباب، هذا عاشر اوكي، الان عاده يعني اللي ضعنا، بس انه تمام بيمشي بالعاشر، بس نشتي نغير تاسع برويكم. طيب خرجه من الجير برويكم، بس لو خرجته هذا فاضي صح، نشتي نعشقه تاسع، نشتي نعشقه تاسع ايش نعمل اوكي؟ خل اوكي، خله على باب التاسع وادعس شويه بترول استدراجيا، نطلع الار بي، نطلعها طلعها لما يدخل معك
ركزتم. الان بخلي في باب التاسع وادعس شويه بترول شويه بترول مور بترول، شوف الار بي ام كيف لا اطلع انا في الباب بس، لا ما يدخل معي. طيب شوفوا كيف دخل معي، هذا هو السر، هذا هو السر، هذا هو. طيب والله العظيم انكم بتشكروني ان شاء الله، تشكروني وتدعوا لي، لانه يعني معلومات مفيده، ويا ريت ان حد فهمني بطريقه يعني بسيطه جدا، ما هو دعس تراك ولا يحزن ولا تعب ركبك على الشغله. طيب بنعملها مره اخرى، الان احنا في التاسع عشان نفهم. خلنا نغير عشر، غيرنا عشر، مش نرجع تاسع صح؟ احنا قادرين نرجع تاسع هكذا على طول صح؟ بس انا اشتي افهمكم كي لا يحصل يعني اللي قال بالخطوه البطيئه. نعشق عاشر الان، عاشر اتفقنا؟ بنخرج من الجير ونعمل نفس الحركه، وانت انت سواق اعمل نفس الحركه 100% يجي معك. طيب خرج من الجير، دعس له شويه بترول، وبنفس الوقت لما تفك البترول خرجت من الجير، اوكي؟ خله على باب التاسع، لا تعشي بس كانه ما يدحق، اوكي؟ لا يدحق يعني فهمت؟ بس ادعس بترول شوي شوي شوي، مور بترول مور بترول مور بترول لما ايش يدخل معك. طيب شوف لما الار بي ام تناسب السرعه الجيره تنفتح معك ويدخل، هذا الطريقه يعني الوحيده. الان تاسع اوكي، وبدنا نروح عاشر. زي ما قلنا لكم خرج رجلك من البترول بنفس الوقت اللي انت بتخرج التعشير، لازم تحصل بنفس الوقت، ولا بد انك تدخل الجير الجديد قبل ان يسقط الار بي ام للعشره، فمعك ثانيه واحده او ثانيه ونص. اوكي شوف عاشر كم معانا ثانيه؟ فقط ثانيه. اذا سقطت عليك الار بي ام لا اقل من من العشره مع تلافيتش الجير، اعمل الحركه اللي رويتهم، ادعس خلك على باب العشره وادعس بترول، وادعس بترول استدراجيا شوي 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 حتى يعني يتمكن الدخول الى الجير نفسه. طيب وبنرويكم اذا فاتكم الجير الان، بس خلي هذا النازل يتمشي. طيب انا لا احاول اشرح لكم ولا سوق، يعني صرق الدنيا حيويه صرق، ما هو اللي قال لعبه جيم، فبس اني ما شاء الله عليه مركز وارباع عقول، قولوا ما شاء الله. المهم فالان بنرويكم اذا فاتك الجير، اذا فاتك الجير ايش تعمل بالضبط؟ نفس سهله. يلا انا الان اشتي احط التراك في التاسع، احطه في التاسع. طيب والان انا في التاسع وخلاص قرب قدر الار بي ام قريب كم؟ بال 15 صح؟ مركزين. التاسع بيفوتنا الجير، ايش نعمل لما يفوتنا الجير؟ لا ندعس بترول ولا نظل نزقر كلاتش ولا يحزن، اوكي؟ يلا انا اشتي بعشق العاشر وخلي العاشر يفوتني، يعني بتاخر على الار بي ام بخليها تسقط، وبعدين بحاول طبعا ما بقدرش، وبرجع اعيد لكم الطريقه السهله جدا. اوكي خرجتوه من الجير وتاخرتوا على الار بي ام، والان اشتي دخل العاشر ما ارضيش يدخل يا شباب، ايش يدخل؟ اوكي لا تلطم راسك ولا ذي يحزنون. بترول اول ما بين العشره وال15 وخلك على باب العشره صح؟ خلك على باب العشره وهو بيدخل معك. طيب اتهم لك نعيد مره اخرى ان شاء الله علشان اللي ما كانش مركز يركز، فنحن بنغير جير وبعد دعسنا وفاتنا الجير الان ما له يدخل صح؟ اذا مسكته هكذا يظل يدحق، ما بش جير صح؟ الان الشيء التاسع ما وش نعمل يا جماعه الخير؟ سهله بترول وبترول بترول زيد بترول وانت على علىين على باب التاسع. شوف اصبع واحده بس على باب التاسع او اصبعين، زيد بترول زيد بترول زيد 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 مشى معك. سهلة جدا، مش بترول فوم اقترب لي مايكل شوماخر هنا، الدنيا هي سبور، لا حد يصعب لكم الشغلة ولا يحزنون. انتم خلوكم في هذه القناة، اشتركوا وفعلوا الجرس علشان يصلكم كل جديد، انا بنختمكم في هذا القناة، انتم خدمتكم لنا، وان تشتركوا في القناة، تنشروا المنشورات، تعملوا لايك للفيديو هذا يدعمنا. خل اضافة الى الدعاء في الغيب، جزاكم الله خير، وان علمناكم شيء أو سهلنا عليكم شيء في هذا البلاد فهذا من الله علينا ومن فضله، فالشكر لله والحمد لله دائما وأبدا.